جلس صفان بن أمية وعمير بن وهب، جلس عند الكعبة، فتذاكر قتل مكة، قتل قريش الذي قتلوا في بدر، وكان عمر بن وهب ولده أحد الأسرى، أسر ولده، ف يعني محترين، هذا مغضب هذا مغضب. فقال صفان بن أمية: ما لذة العيش بعد موت هؤلاء؟ صار يتكلم الآن الرويبضة والصغير، ما كان يتكلمون أيام وجود هؤلاء. فقال له عمير بن وهب: والله لولا دين علي وأولاد أخشى عليهم الضيعة من بعدي لذهبت إلى محمد وقتلته. مسكها صفوان، قال: ها دين عليك، دينك علي، وعيالك عيالي، يلا روح اقتل محمد. وحقه وحقه. حنا نقول يا كلمة ردي محلك، ولكن الإنسان يحفظ لسانه أحيانا، حين يقول كلمة أثناء غضب أو فرح أو كذا ثم بعد يندم. فقال: لولا دين علي لا أستطيع قضاءه، وأولاد أخشى عليهم الضيعة، لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال له صفوان: أصبر، دينك علي، أولادك أولادي، يشبعون مع أولادي ويجوعون مع أولادي، روح اقتل محمد صلى الله عليه وسلم. فقالها: طيب اكتم عني، خلاص، لأنه ملتزم بالكلمة التي قالها. وهذا يقول قتلته كلمة. يقول إن المتنبي لما هرب من الأمير لؤلؤ معه خادمه وخلفه مجموعة يريدون قتله، فقال له خادمه: ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ شلون تنحاش أنت جاي؟ أنا سامك، الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، الآن تفر؟ فيقول التفت إليه المتنبي قال: قتلتني يا فتى، قتلت. وقف وصار يقاتل حتى قتل المتنبي. لذلك حين الإنسان الكلمة يقتل بهذه الكلمة. خرج عمير بن وهب ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة ومعه سيفه، فرآه من رآه عمر، فأمسك به بردائه، لببه بردائه، أمسك به وأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منه سيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعه. يقول دعه، يقول النبي لعمر، قال: صلى هذا عدو الله، أمكننا الله منه بدون قتال، نقتله الآن. فقال: يا عمر دعه، فتركه. فقال عمر: أعطني سيفي. فقال عمر: لا تأخذه سيف، كان يخشى أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تأخذه. قالوا: هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ هذا بدر عندنا سيوف وقتل صناديدنا، هل أغنت عنا سيوفنا شيئا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد يا عمر؟ ايش جايبك أنت جاي الآن من مكة المدينة؟ خلص، ماذا تريد يا عمر؟ قال: أريد ابني أسير عندكم، ابني أسير عندكم، أريد أن أخلص هذا الولد، ماذا تريدون حتى أفديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذلك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو جلست أنت وصفوان عند الكعبة وقلت أنت: لولا دين علي لا أستطيع أن أقضيه، وعيال أخشى عليهم الضيعة، لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال لك صفوان: دينك علي وأولادك أولادي، فقلت له: أكتم عني، فجئت لتقتلني. افتح عينه قال: والله ما كنت إلا أنا وصفوان عند الكعبة وما سمعنا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم عمير بن وهب، ثم رجع إلى مكة، فلما رأى صفوان ها قال: ها ماذا صنعت؟ وجهك متغير، ليس الوجه الذي ذهبت به. قال: أسلمت. قال صبعت؟ قال: أسلمت، والله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلم عمير بن وهب من هذه القضية. بعد هذا الحدث وقعت حادثة، امرأة من المسلمين جاءت تشتري من صائغ الذهب،
فأحد الحضور في السوق جاءها من الخلف وربط وهي جالسة ما تدري أو واقفة، فربط درعها بخمارها وهي جالسة، فلما قامت انكشفت، كشف ظهرها عورتها الفخذين وكذا انكشف، فصاحت المرأة قالت واسوأتاه، يعني ايش سويتم واسوأتاه. فرجل من المسلمين في السوق، اليهود كانوا يعيشون مع المسلمين، فلما سمع صراخ المرأة وضح واليهود يضحكون، فقام إلى الرجل الذي يضحك والذي صنع هذا وضربه بسيف فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتلوه، قتلوا المسلم الذي قتل صاحبهم. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز الجيش، يعني جماعة أصحابه، لم يكن هناك جيش الآن في ذلك الوقت، فجهز أصحابه لقتال بني قينقاع لفعلهم هذا الشنيع، اعتداءهم على المرأة وقتلهم لهذا المسلم. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا، فقام عبد الله بن أبي بن سلول وأمسك برداء النبي فقال يا رسول الله هؤلاء كانوا حلفاءنا، لأن عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين لكن يظهر الإسلام، وهو سيد الخزرج، وكان الأوس والخزرج قد تجهزوا ليجعلوه ملكا على الأوس والخزرج، رجل يعني له يعني صيت وهيلمان وصولة وجولة في الأنصار في المدينة. فقال يا رسول الله يعني هؤلاء أنصاري من اليهود وحلفائي، كيف تقتلهم؟ فقال ماذا تريد؟ قال هبهم لي. قال هم لك، خذهم لك، لكن يخرجون من البلد. فخرجوا من المدينة، وهذا أول إجلاء عمله النبي صلى الله عليه وسلم لبني قينقاع من المدينة، فخرجوا من المدينة. دخلت السنة الثالثة من الهجرة، قريش الآن كما قلنا يعني إلى الآن مصدومة مما وقع في بدر، فكانت تستعد للانتقام، تريد أن تنتقم من النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع في بدر، 70 قتلوا، 70 أسروا، فأرادوا الانتقام، فجهزوا جيشا قوامه 3000 لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي نائما صلى الله عليه وسلم فرأى رؤيا، هذه الرؤيا تقول ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بقرا تذبح، ورأيت ثلما في سيفي، ثلم يعني كسر في السيف، رأيت ثلما في سيفي، ورأيت أني في درع حصينة، في درع حصينة. قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال أما البقر التي تذبح فهي أناس من أصحابي يموتون، وأما الثلم الذي في سيفي فرجل من أهلي يقتل، وأما الدرع الحصينة فهي المدينة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا قد خرجت لقتاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن نقاتلهم من المدينة. فقام جماعة من الأنصار خاصة الذين لم يشاركوا في بدر، لأن بدر كما قلنا ما خرجوا لقتال، بل خرجوا يأخذوا العين ويرجعون. فندم الكثيرون ممن لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج ولم يشارك مع النبي في القتال، وعاهدوا الله تبارك وتعالى أنه إذا حصل قتال للنبي أنهم يشاركون. فلما سمعوا بخروج قريش وقال النبي صلى الله عليه وسلم نقاتلهم من المدينة، نقاتلهم من المدينة تطبيقا للرؤية التي رآها، بعض الشباب المتحمس، وعادة الشباب يتحمسون أحيانا يصيبون وكثيرا ما يخطئون، فالإنسان يحتاج إلى روية في النظر للأمور. فقال الشباب يا رسول الله يدخلون علينا بلدنا ويقاتلوننا، والله لنخرجن لهم ولنقاتلهم. فنظر النبي إلى أصحابه فإذا الكبار من أصحابه يقولون نقاتل من المدينة، وهؤلاء شباب متحمسون يقول نقاتل خارج المدينة، نخرج إليهم ونقاتلهم. وكثر كلامهم فدخل النبي بيته
صلى الله عليه وسلم ولبس الدرع، يعني يريد أن يخرج المدينة ويقاتل هناك، ولبس درعه ليقاتل. فكلم الكبار الصغار وقالوا لهم: رسول الله يقول نقاتلهم من المدينة، أنتم تقول نقاتلهم من الخارج، كيف يعني تتكلمون بهذه الطريقة؟ فقالوا: فماذا نصنع؟ انتظروا الرسول حتى يخرج وقولوا له افعل ما تريد، تريد نقاتلهم من المدينة، تريد نخرج إليهم، أنت الذي تقرر يا رسول الله، لا تفرض رأيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه وسموها استشير، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. فلبس النبي درعه ليقاتل خارج المدينة، وافق على هذا الرأي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قالوا: يا رسول الله إن شئت قاتلناهم من المدينة. قال: لا، لو كان قبل الآن لبست الدرع. ما كان للنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزع حتى يقاتل، نخرج إليهم. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحد بألف من المهاجرين والأنصار، وهم 3000 في الطريق وهم ذاهبون. وقف عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن النفاق، فقال: ما أظن أنه سيقع قتال، وإني راجع لا أظن أنه سيقع قتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فارجع. فرجع معه ثلث الجيش من المنافقين الذين كانوا على شاكلته، ومن ضعفاء الإيمان الذين صدقوه فيما يقول. فأنزل الله تبارك وتعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فنقص الجيش من 1000 وصل إلى 700، وفخذان من الأنصار كانوا يرجعون بعد، كما قال الله تبارك: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكنهم رجعوا إلى الحق واستمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت هذه المعركة، وهي معركة أحد، 1000 أو 700 كما قلنا وصلوا مقابل 3000. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أين يقف وكيف يقاتل، فانهزمت قريش، حتى قال البراء رضي الله عنه: والله لرأيت نساء قريش يشتددن بالجي وإني أرى خلاخي لهن، يعني رافع ثوبه وتركض من الفزع والخوف. هزمت قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الرماة بقيادة جبير عبد الله بن جبير الأنصاري على الجبل ويسمى بجبل الرماة، قال: لا تتحركوا منه حتى ينتهي القتال. فلما هربت قريش ظن الرماة أن القتال انتهى فتركوا الجبل، فقال لهم عبد الله بن جبير: انتظروا، رسول الله قال لا تتحرك حتى ينتهي القتال. قالوا: انتهى القتال خلاص، نجمع الغنائم، انتهى القتال. ولم يكن الأمر كذلك، وذلك أن خيالة قريش أو الرماة من قريش لم يشاركوا في القتال، لأنهم مجرد أن رأوا بداية المعركة علموا أن قريش منهزمة، أن قريشا منهزمة، فلم يشاركوا في القتال. فلما ترك الرماة مكانهم جاءوا والتفوا من الخلف وأخذوا مكان الرماة، فحصر المسلمون بين الرماة وقريش، ثم صاحوا بقريش ارجعوا، وصاروا يرمون المسلمين من ظهورهم، فصار المسلمون في الوسط، الرماة من خلفهم وجيش قريش من أمامهم، فقتل من المسلمين 70 من المسلمين 70 في هذه المعركة. واشتد الأمر حتى أشيع أن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، وفعلا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته وأسنانه وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة صلوات ربي وسلامه عليه، وقال الناس قد قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وفرحت قريش بذلك، لأن ردة الفعل كانت شديدة جدا،
حتى قال الله تبارك